أهنئها لها بشكل شخصي، يعني أقول لها ألف ألف مبروك على الإبداع والجمال، على نقلتها للعلامات التكوينية والحضارة العراقية، حضارة رافدين القديمة. كان لها عديد من اللوحات جميلة، بس اللي أكثر شيء جذبني هو الهلال. كان يعني لها بصمة بأكثر من لوحة، وفتشي مراسلتها فتشي مبدع. أولاً هدى أسعد هي من الطاقات الشابة اللي تناولت لها تجربة سابقة، قد تكون في أفق بعض الفنانين لها ميزاتها، لكن هذه التجربة للفنانة هدى أسعد تحيي أو تعيد للأمجاد تاريخ البابلي الآشوري أو السومري بحرفياتها، بأبجدياتها التي تتناغم مع اللون. هذه التجربة هي بمنحنى للإيضاح بصورة أكثر عن فهمها للتراث، الميثولوجيا العراقية اللي معروفة بها الحرفيات السومرية والبابلية.